عاجبك اللي قالوا امك واختك؟ يا بنت الحلال قلتيها بعظمة لسانك، امك واختك شنو اسوي لهم بالله؟ مو على اساس امك واختك يصيرون لك ومن اهلك انا ما اصير لك، انا مو من اهلك، انا بعد الاهل، انا بعد زوجتك، انا بعد لازم ما ترضى علي، انا زوجتك حبيبتك لازم تسكتهم ما تخليهم يسوون فيني كذي. يا عمري يا بعد قلبي انت شنو رميكس؟ انت ايش فيك؟ وطي صوتك فضحتيني قدام. ويا ريت تفهم، يا ريت تفهم، وانا قلبي محترق وانت وطي صوتك وطي صوتك. انت حبيبتي زوجتي على عيني وعلى راسي، واللي صار هذا شفتيه مسحي بوجهي ما امسحه انا. ما يمسح بويهك، وأنا مو واحد من ربعك تقولي مسحيها بويهي. أنا عندي إحساس، عندي مشاعر، قلبي يعورني، وأمك وايد بايخة. سبيكة، إيش تبي؟ تملي كلامك اللي قاعد تكلمين عنها أمي هذه. أوفر. يا بنت الحلال والله تسمعنا تي تشيلنا تي تطيحنا بالأرض، لا تأذيني الله يسلمك والله. تبي؟ أنا تصير كذي؟ إيش تقول أمك تسكت عنها تقول الشر على الأربع ولا قلبي محروق. أمي مو هذه مو لو مو أمي. ما بي شنو تقول لك؟ الشر على الأربع. الشر على الأربع شلون تنقص؟ ما بي. إن شاء الله إن شاء الله أطقها ماما أمي أطقها أطق ما أشوفها راح أطقها ما تقول مثلا شر. أوكي قعدي قعدي حبيبتي ارتاحي. مليق ويا ارتاحي خلينا نشوف منو طرش لنا مسج في اليوم الاخضر. مو انت انا اشوف انت تقعدين حبيبتي ربعي الديوانيه منو بعد؟ مشكور على الزياره ونورت المكان. ليش تضحك؟ نكته ده جسم. منو جسم؟ صاحبي مطرش نكته. حبيبتي ان شاء الله اروح اكلم امي تفهم معها الامور. شنو النكته؟ ما نقولها نضحك واحنا بعز الغضب؟ انت شنو انت مخلوقه من شنو يا بنت الحلال؟ الله يرحم لي والدينك بس خلاص في الليل.